ما لا وصلنا هلا لمساحتنا الطبية. شهر أكتوبر الوردي انتهى، رح نتعرف خلال المساحة الطبية على نسب وأرقام عن بعض الحالات يلي تم اكتشافها وإقبال السيدات على إجراء الفحص المبكر. رح نحكي أيضا عن أهمية متابعة الإجراءات العلاجية. أكيد بيسعدنا نرحب بالدكتور أكرم الأحمر، أخصائي بالأمراض النسائية. يسعد صباحك يا دكتور، وأهلا وسهلا فيك. يا صباح النوري، هلا أهلا فيك. صباح الخير دكتور، اهلا وسهلا فيك. مع ختام شهر اكتوبر، يعني شهر التوعيه لكل السيدات بسوريا، خلينا نحكي سنه كان في حالات من الوعي، حالات من الفحص المتكرر لسيدات، اعاده فحوصات لناس، واكتشاف مبكر لبعض السيدات. كان في نسب منيحه السنه؟ تقريبا فينا نقول النسب مقبوله نظرا للوضع الحالي، يعني السنة الماضية المجنونة والسنة هاي الأجن بسبب كورونا، يعني طبعا يلي هو هلأ يعني حديث الساعة ومرض الساعة تقريبا. ففينا نقول أنه النسب مقبولة، طبعا مو بنفس نسبة لما كان في عنا حملة، يمكن على ما أذكر من 3 سنين كان في إقبال كتير شديد، وكان في يعني ضخ كتير شديد إعلامي ومادي وبهالقصة هاي. هلأ نحن بهذا الشهر كان في كتير مريضات عفوا عم يسألوا عن هذا الموضوع، في نسبة منهم كويسة لأقل عن 30-40% من يلي كانوا عم يسألوا عن أنه هل هذا الفحص مؤلم، إمتى لازم ساوي، بلا بلا بلا، يعني بقول شيء عم ياخدوا معلومات عامة. لا بقول يمكن نسبة شيء 30% هي هذا الشهر كانت. هلأ بقول يعني شيء هذا خاص أنا شفته بعيادتي، أنه لحسن الحظ أنه حالتين شفتهم بالعيادة يلي هن مريضات ما عم يشتكوا من شيء، يعني فعلا بمعنى الكلمة كان كشف مبكر عن سرطان الثدي. لا شفنا حالتين وكانت كتير 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 نتائجهم إيجابية جدا، يعني فعلا كانت مفرحة، هدول الحالتين كانوا مفرحين. هذا عم بحكي على صعيد شخصي، طبعا في بقية زملاء الأطباء وبقية المراكز أكيد عندهم أرقام لسه بتبقى، يعني كل واحد ومركزه واختصاصه. أكيد. نعم دكتور، هذا يمكن الهدف من الحملات اللي بتصير هو الكشف عن هيك حالات. نعم. خلينا نحكي مع حضرتك عن موضوع نسبة السرطان الثدي اللي ممكن تصاب فيه النساء، يعني النساء بيصابوا بأنواع معينة بتكون شائعة أكثر من غيرها. نعم. بموضوع نعم. السرطانات، نسبة سرطان الثدي وإصابة المرأة فيه قديش عم تكون تقريبا؟ الحقيقة هو سرطان الثدي يعتبر سرطان القاتل رقم 2 عند الإناث بعد سرطان الرئة. تمام؟ فهو جدا جدا هام من هذا الموضوع. هلا منقول نسبة الإصابة، كتير ناس عم بيقولوا دكتور إنه كأنه زايد هالمرض كتير بهالفترة، كأنه عم نسمع كتير حالات. لا الحقيقة عالميا وعنا هون ببلدنا أنا برأيي ما في ازدياد بنسبة الإصابة، في ازدياد بشغلتين، بوعي المجتمع لهي الحالة، فلذلك عم يروحوا يلجأوا لإجراءات الكشف المبكر هلا بنحكي عنهم. والشيء الثاني الكشف يلي عم بيتم، بمعنى في عنا تجهيزات كتير موجودة سواء بالمراكز الخاصة أو بالمراكز الحكومية، كتير في تجهيزات، وصار في كمان تراكم خبرة كتيرة، لأنه الحقيقة صورة، لأننا بدنا نحكي أكتر شيء عن صورة الإيكو والمامو جرافي للثديين، الحقيقة هي بده يكون في قارئ شعاعي، دكتور أشعة، قارئ شعاعي جيد ممتاز وجهاز ممتاز، عرفتي كيف؟ فلذلك أنه بقول لك أنه لا نحن صار في عنا ازدياد بنسبة الكشف أكتر ما هو، والحمد لله طبعا، ازدياد بنسبة الإصابة. هلأ هو من هذا المبدا بنقول نحن عنا اذا بدنا ناخذ الشرائح العمريه سيدتي للي ممكن نشوف فيها سرطان الثدي، بنلاقي حوالي 10% او اقل من 10% يلي هن تحت عمر 25 سنه. بعدين بضل بتصاعد مع العمر ازدياد نسبه الاصابه لغايه ما نوصل بقى فوق حدود 56-60 سنه، هو ببلش الذروه تبعيته للاصابه بسرطان الثدي. فلذلك نحن بنقول انه الكشف المبكر جدا هام لسبب بسيط، كل سيده او كل بنت كل انثى هي ادرى بثدينا من مين من كان يكون، سواء من الطبيب ولا من جهاز الاشعه.
فلذلك أحد الوسائل الكشف المبكر يلي هو الفحص الذاتي يلي هي البنت أو الست يلي هي بتكون فيه لحالها ببيتها. الحقيقة هذا الإجراء خلينا نقول نحن بالأول كنا نقول مع كل حمام خليها تعمل الفحص الذاتي للثديين، وهو فحص ما بياخذ غير عدد دقائق وغير مؤلم ولا شيء، لانه هي حافظه شكل ثديها بتحس فيه اكثر، فلذلك هي واقفه بالحمام او بعد الحمام خلي يكون بعيد عن وقت ايام البيريد الدوره الشهريه تبعيتها، مو قبل 5 ايام من الدوره، لانه بنعرف اغلب البنات او السيدات بصير في عندهم احتقان بالثدي وهيك، فبصير انه الاحساس اقل ومؤلم شوي الفحص. أما هي لما بتكون قبل 5 أيام ما بتعمل فحص من الدورة، وبعد انتهاء الدورة بيومين ثلاثة إنه إذا بتعمل هذا الفحص بيكون الثديين بحالة راحة، فبتقدر تشوفون إنه إيد اليمين بتفحص فيها ثدي الأيسر والإيد اليسار بتفحص فيها ثدي الأيمن. في طريقتين هون، يا أما إنه بتقسم الثدي لأربع أرباع وبتفحص كل ربع لحاله، أو إنه دوائر بتعتبر الحلمة هي المركز، ودوائر أكبر أكبر لتقدر تفحص تغطي كل الثدي وتحت القبطين. هلأ هذا الإجراء نحن نقول يكفي كل 3 شهور مرة تعمله. هلأ في حال عم تراجع طبيبة نسائية لأي سبب من الأسباب، أنه كل 6 شهور مرة تطلب من دكتورة أنه يفحص لثدينا هو بالعيادة، لأنه هو بيبقى كمان بقى فحصه أدق مع هي توجهه إذا في عنده إحساس بشي غريب بأحد الثديين. هلأ هذا الفحص الذاتي وفحص الطبيب. هلأ بنجي بقى لصورة الإيكو والماموغرافي للثديين. هلأ نحن بنقول بنفس الشروط أنه قبل الدورة 5 أيام ما بنعمله، بعد الانتهاء من الدورة بيومين 3 بنعمله، بهالفترة هاي بيتم إجراء الفحص. هلأ هو إجراء كتير ناس الحقيقة ولهلأ عم نسمعه بالرغم من حملات التوعية أنه هو أنا ما بعمله دكتور لأنه قالت لي جارتي ولرفيتي أنه يا لطيف شو توجعت وضل يومين يوجع ثديين. أنا لا، ما في هذا الكلام الحقيقة، ما هو موجود هذا الكلام. هذا الفحص هذا جدا هام، إمتى لازم تعمله؟ هلأ منقول أنه أي بنت أو أي سيدة فوق 25-30 سنة تعمله للمرة الأولى منقول كفحص مرجعي، يعني بمعنى أنه تعمل هذا الفحص ويضل التقرير تبعه مسجل بإضمارة الدكتور تبعه، بس فحص مرجعي مشان لبعدين يقعد يعمل مقارنة إذا اضطر إلى القصة. هلأ بنجي بعدين للشريحة فوق 40 سنة 45 سنة منقول كل 2 مرة، فوق 55 سنة كل 1 مرة. تمام. هلأ هذا يعني خلينا نقول الأشخاص العاديين البعيدين عن تمام كريتيريا هيك واسعة عامة هي. هلأ منقول نحن لما بيكون في بقى قصة عائلية أو عامل وراثي، بمعنى إذا كان في عنا هلأ بنفترض أنه أجت لعنا هلأ سيدة عمرها 30-35 سنة 40 سنة عم نستجوبها هي عم تشتكي من الثدي أو لا جاي لكشف مبكر، نحن من إلا أنه لما بناخذ القصة العائلية تبعيتها، إذا فرضا قالت لنا أنه عندها أختها مصابة بسرطان ثدي أو أمها مصابة بسرطان ثدي، فنحن منصير منسبق كل هي الإجراءات اللي ذكرناها بشوي من نرجع فيها يعني 10 سنين لورا، بمعنى أنه إذا كنا نطلب أول صورة إيكو مامو على 45 سنة لهي البنت أو الست يلي عندها قصة عائلية أمها أو أختها بصير نطلب لها على 35 سنة، لأنه كتير هون نحن عنا الحقيقة القصة العائلية أو القصة الوراثية بتلعب دور كتير هام، لأنه لدرجة أنه بتزيد نسبة الإصابة حوالي 40 أو 50%، يعني إذا في عنا أم مصابة ممكن يجوا بناتها عندهم احتمال بزيادة نسبة الإصابة بسرطان الثدي حوالي 40-50%، فلذلك هون تبكير الإجراءات اللي بنعملها للكشف المبكر جدا هام لنا. نعم دكتور، خلينا نحكي بنقطة كتير مهمة، خلينا نرجع على الفحص الذاتي. كتير منشوف من خاصة الصبايا الصغار بالعشرينات في عقد، بتكون عقد ليفية بالثدي أو يمكن كتل كيسية كمان، كتل كيسية أكيد أو شحمية أحيانا بتكون داخلية. خلينا نحكي كيف بدها تفرق الصبية أو السيدة بين هدول الكتل، وخلينا نحكي أنه في مخاوف كتير من الكتل الليفية أو العقد الليفية الموجودة بالثديين، ممكن هي تتحول لشيء سرطاني بالمستقبل، وكيف بتتعالج القصص الليفية؟ الحقيقة يعني سؤال كتير كتير جدا مهم. يعني أنت هلأ عم نحكي هون صرنا عن
الآفات السليمة بالثدي يلي هي غالبا غدية ليفية أو غدية كيسية بنشوفها هلأ، هي منتشرة بكثرة كتير عند البنات والسيدات. هلأ نسبة تحولها لإصابة خبيثة، ولحسن الحظ الحمد لله إنه نسبة نادرة جدا جدا. هلأ برجع لسؤالك إنه هي كيف تميز؟ ما مطلوب منها تميزي. طب إذا حست بأي شيء فورا لعند طبيبة، هنا بيوجعوا أصلا فورا صح؟ في منهم مؤلمين، في منهم مؤلمين وخاصة تكون مؤلمة مثل ما قلنا بأيام ما قبل الدورة الشهرية أو أول يوم يومين للدورة الشهرية. فلذلك هون هي تراجع فورا طبيبة وتوجهه بدقة أكبر، لأنه في منهم تكون آفات كتير صغيرة لدرجة أنه طبيبة بالفحص لما هو بده يفحص للثديين سريريا بجوز، خاصة إذا كانت عميقة منا سطحية أنه بجوز هو ما يقدر يلتقطها بسهولة، فلا هي توجهه أنه في عندي وهو بيكمل بقية الإجراءات. خاصة إذا كتل الشحمية هي غير ثابتة بتكون بقلب، لا هي بتكون حرة يعني الجلد متحرك عليها وهي متحركة على العمق، فلذلك هم تلاقيها بتلعب الكتلة هي بتلعب بتروح وبتجي. هلا هدول مطمئنين بشدة عرفتي، بس هدول لازم نشيلهم؟ لا إلا إذا كان مثلا هي وصلت لمرحلة إنه كبرت كتير نزعت لشكل الثدي أو هي توسوست منها بشدة. طبعا احنا بس امتى بنقول انه كل الاجراءات المطلوبه للتشخيص لازم نعملها، بما فيها بعض الاحيان انه نحن بنفوت بابره صغيره على مكان العقده او الغده او يلي هو سميناه، خلينا نسميها الكتله السليمه، طبعا بنفوت بالابره بس بناخذ منها عينه صغيره وبنطلع وبنبعتها على التشريح المرضي. هلا بهي الحاله نحن بنكون غطينا القصه. اما هي وهون سؤال جدا مهم رح يطرح حاله وبنسمعه كثير من مريضاتنا، انه نحن كثير مريضاتنا البنات هلا انه لسبب ما بنضطر نعطيهم حبوب منع حمل او حبوب تنظيم دوره بلا بلا بلا. اوكي هلا مخاوفهم بتكون شديده انه الحب هذا ليقوم يعمل لي هو سرطان ثدي او يحول لي هي الغدد اللي فيه او الكيسيه لانه تصير سرطان. هي علاج لها تماما، مو بس علاج لها، هي النقطه اللي بدي اوضحها سيدتي، انه مع الدراسات المعمقه بهالحاله هي اكتشفنا انه اعطاء حبوب منع الحمل او البيلز التنظيم او شيء مثل ما بدنا نسميها، هي بنعملها حلقه لحالها، انه اعطائها يقلل اذا في بعض منهم وهي قليله جدا النسبه، اذا في بعض منهم من هي الافات السليمه قابله للتحول لخباثه، فهي بتنزل نسبه التحول حوالي 50-60%. يعني على عكس مخاوفهم تماما. بس ما بدنا ندخل كثير بالعمق، ولكن بيقولوا اذا حدا معه عقد ليفيه او هيك ما في ياخذ مانع حمل، المنظم هو افضل ولا اثنين عندهم نفس التركيب؟ ما هو اغلب منظمات الدوره الشهريه هي حبوب بالاساس منع الحمل، فلذلك عم لك انه ممكن نعمل حلقه خاصه انه هي الحبوب ال21 حبه هي لا تعطى للناس اللي جسمه فيه ليف بيقولوا. لا هذا من الاخطاء الطبيه الشائعه. عرفتي كيف؟ فكثير منهم حتى بالاورام الليفيه بالرحم بخافوا منه، بيقوم بانه بيكبر الورم الليفي. لا ما بيكبر الورم الليفي ابدا، هي ادويه لما بتنعطى النوع المناسب لكل حاله، هي مع المراقبه طبعا، هي أدوية جدا سليمة، بالعكس بتعمل وقاية مثل ما قلت بنسبة 50-60% من تحول بعض الحالات النادرة من الآفات السليمة للثدي، إنه تتحول لخباثة بيعمل بيقلل نسبة التحول 50-60%. هي من الأخطاء الطبية الشائعة اللي بنسمعها كثير بشدة نحن. فلذلك حتى بنسمعها لو إنه طلعنا شوي برا الموضوع، بس هلا بنرجع بنقرب عليها للقصة، إنه لما بنعطي نحن بعد المينوبوز بعد سن اليأس، لما بنعطي شيء اسمه HRT اللي هي الهرمونال ريبليسمنت ثيرابي أو المعالجة المعيضة بالهرمونات مشان تضل تجي الدورة، إنه كثير مخاوف للسيدات أو البنات بيكونوا منها إنه دكتور هي الأدوية الهرمونية تترك جسم على رياحته لازم هيك بيقولوا. أوكي هلا بنترك جسم على رياحته لما ما كان في وسائل أو أدوية بين إيدينا ترد خليها تجي الدورة وتحافظ على الكولاجين لنضارة بشرتها وتحافظ على عظامها، نقلل من نسبة وتسارع ترقق العظام عندها، الإصابات القلبية الوعائية بلا بلا بلا. طبعا بس بيكون كله تحت إشراف طبيب بدقة شديدة. لذلك لا هذا من الأخطاء الطبية الشائعة، بنقول لهم الآفات السليمة ما تخافوا منها، خلوا العين عليها، وخاصة نحن بنشوفها بالشرائح الصغيرة يلي هي
90% هي خارج الشريحة المعرضة للإصابة بسرطان الثدي، إلا مثل ما قلنا إذا بعض الحالات العائلية أو الوراثية. نعم دكتور، قبل ما نختم بس خلينا نطرح سؤال عم نشوف كتير هلا منتشر، العقد اللي فيه إن كانت بالثدي وإن كانت بالرحم. نعم. عند الأورام اللي فيه بالرحم. الأورام اللي فيه. نعم. شو يعني وكيف بتصير؟ ودائما بيقولوا ما لها علاج، ودائما بيقولوا إنه هي يا بتروح مع الأيام يا مع بعد وقت طويل أو تنتهي السيدة من إنجاب الأولاد رح يكون في تجريف إلى الرحم، هذا هو الحل. من شو بيصير هيدا الورم؟ طيب نحن خلينا نقول نحن شغلة مهمة كتير، إنه نحن نرجع للتركيب التشريحي سواء للثدي أو للرحم. أوكي. التركيب التشريحي هلأ نحن بنسميه الرحم، أما هو عمليا أو طبيا خلينا نقول بشكل أدق هو تسميته العضلة الرحمية، بمعنى إنه هو عبارة عن ألياف عضلية. طيب هلأ لسبب ما ليش من هالألياف العضلية بيطلع مجموعة ألياف منهم سليمة ولحسن الحظ سليمة، بتطلع بتتجمع وتعمل كتلة بنسميها ورم ليفي؟ لهلأ ما بنعرف. ودواء يدوبه للورم الليفي ما في. يا هو بوقف لحاله عند الحجم، يا أما بيكبر، يا أما بيتنخر بيعمل له شوية مشاكل ونضطر بقى يا نستأصله له أو نستأصل الرحم. نفس هذا الإسقاط الكلام إذا بنرجع لتشريح الثديين، نفس الشيء بالثديين في عنا كمان ألياف موجودة بين الأقنية اللبنية الحليبية والغدد الموجودة. هالألياف الموجودة ممكن تعمل وقتها عقد ليفية غدية سليمة بالثدي، أو بنروح باتجاه كيسات نتيجة الأقنية اللبنية اللي عم تفرز مادة الحليب، هاي بتسكر ما بتمرق، بتقوم تعمل كيسة فيها سائل مصلي بسيط كتير. فلذلك هون بنرجع للتشريح، التشريح بيقول إنه لسبب مجهول ما بنعرفه من نفس بنية الثدي أو بنية الرحم، فإذا نحن عم نحكي بهامش سلامة جدا عالي. نعم نعم ليا، يعني بالختام بدنا نشكرك دكتور، حكينا ضمن فقرتنا التوعوية لليوم مو بس عن مرض سرطان الثدي ولكن أيضا عن الأورام اللي فيها اللي عم تشكل هاجز خطر عند كثير من السيدات. بنذكر أنه صحيح نحن وصلنا لنهاية أكتوبر الوردي ولكن الفحص المبكر لازم يكون مستمر طيلة العام. نتمنى. شكرا كثير لك يا دكتور. يا هلا، يسعد صباحك.